السلام عليكم، تبارك الله عليكم. اليوم حنايا الجمعه، اليوم اول نهار ديال شهر 7 يوليوز، الوحده و24 دقيقه، خارجين من مدريد ان شاء الله، متوجهين نحو المرسى ديال الخوزيرات، ومن ثم الى سبته، ومن سبته ان شاء الله ندخلوا المغرب، نمشيو لازايله نعيدوا مع الوالده والخاوه ونبحروا وندوزوا تما ما تيسر ونجيو ان شاء الله. المهم غادي نعاود لكم كيفاش كدوز، كيفاش عدوز لي الرحله. نحاول نعاود لكم اكبر تفاصيل ممكنه هنايا في الانستغرام، يمكن في التيك توك، ومن بعد هذا الشيء هذا عاوتاني نعملوا شي فيديو في بحال فلوغ في اليوتيوب بالنسبه للناس اللي بغات تعرف كيفاش دازت الام، وهذا الشيء اللي كاين. المهم كل مره نعاود لكم شويه على حسب ما يسمح به. دابا انا باقي في وسط البلاصه فين ساكن، كنعرف كنسوق طران بلاتي عليا على حساب ما كيسمح لي به الوقت، وعلى حساب السوقان، وعلى حساب الا وقفنا شي وقيفه، وهذا الشيء اللي كاين. المهم غادي ندوز بكم نيشان الداخله ديال المرسى في الخوزيرات، من بعد نرجع نقول لكم كاين بعض الامور اللي شفتها في الطريق، كاين بعض اخينثياس اللي كيبيعوا البيتي اللي شفتهم في الطريق اللي هدرت معاهم، غنعمل لكم فيديوهات ديالهم. ولكن دابا غادي نمشي بكم نيشان المرسى ديال الخوزيرات. اول حاجه كيبداو يتلاقاوك الناس كيقول لك سير من هنا سير من هنا، هاد النقطه هادي قبل ما كتدخل في المرسى كتقول لك وريني البيي وفين ماشي، واش طنجه ولا سبته، وكتملك في الطونوبير يعني طنجه ولا سبته الكارتيل تما. من بعد كتمشي كتدخل المرسى، ملي كتدخل المرسى في الصراحه داك الشيء منظم، ما بقاوش داك البلعاد الناس اللي كيتعرض لك خصك البيي خصك البيي، يمشي من هنا يجي من هنا، لا كتبقى تابع اللينيه ديالك. الا كنتي طنجه طنجه كتبقى تابع طنجه، ولا كنتي سبته سبته كتبقى تابع سبته، وكيوريوك بطبيعه الحال الناس في الطريق كيرشدوك كيوريوك فين تمشي. ملي كتوصل كيجي واحد السيد كتوريه البيي، انا عرف التليفون وريته على النمره ديال الريزرفاسيون في التليفون فقط، ومشى وجاب لي هذيك بحال الاوراق ديال الاركاب انتما اللي كتشوفوا عندي في يدي. شوف من بعد كيجي عندك واحد الدري ديال الباريريا، وعليكم السلام، كيجي عندك واحد الدري ديال الباريريا وكيجيب لك المهم السيد كان معايا بيع لي شي حاجه، دابا شافني هيدا معايا بيع لي والو، كيجي عندك كيدي عين النمره ديال اللوكاليزادور ديالك، عين النمره ديال الريزرفاسيون، وكيجيب لك هذيك نقولوا طرخيطه ديال مباركي، كيجيب لي هنا الاسم ديال ولدي الاسم ديالي والسياره كذلك. اين هي السياره؟ انا لا ارى السياره. ايوا هي السياره هنا جالس في الطونوبر ديالك، ما كتخرج ما كتحرك نيضة. انا افرح حيت بابا كاين جوج، كاين واحد الدري كيجي وكيشبر من عندك نمره ديال الريزرفاسيون كيمشي يجيب لك بحال بحال التيكي ولا بحال ورقه الاركاب، وكاين دابا واحد هو غادي ياخذ الثمن عاوتاني غادي يولي يشوفه مره اخرى وكيولي يسكانيهم بواحد الاله. هاو وفي نفس الوقت ملي كيعملوا لك داك التشيكين هنايا كتباريريا كتصرد لك في الميساج ترخيط هذه المباركي ديالك سي كتصرد لك هنايا في التليفون. قلت لي الساعه، قلت انا شريت في العشرة، المهم كيبان مقلوب، انا شريت في 11:30 خارجه، ولكن جيت بكري 10:30 على الخارجه، داكشي مريقل داكشي معدل منظم والله العظيم الاخوان بالله، داكشي الطوبي ديال النظام مزيان، انا بالنسبه لي مرتاح، ما عرفش الناس اخرين اللي سافروا لحد الساعه. دابا حنا باقي ما طلعناش في بالياريا، غنطلعوا ونشوفوا شنو غادي يقولوا لنا. هاد الكرسي هذا علاش ما كاين حتى واحد هو هنايا في الرياجي؟ ها هو صافي. المهم هنايا حنايا دخلنا الباركو صافي كلشي مزيان، باركينا الطونوبير كنقلبوا كيفاش نطلعوا، المهم نطلعوا فوق نريحوا الامور، كلشي مزيان لحد الساعه، باقي ما كاينش المشاكل اللي من بعد عاد غادي تشوفوا كيفاش غادي تدوز الامور، كيفاش غادي تدوز الامور في سبته. المهم حتى لهنايا كلشي مزيان، حتى وصلنا لهاد البليصه هادي، حتى وصلنا لهاد الباركين الميسي هذا، وعاد غادي تشوف هنا فين عانيت في الصراحه، فين عانينا انا وولدي على حسب التجربه ديالي. كاين الناس اللي بان لهم هادشي هذا نورمال،
ولكن غادي نعطيكم الديتاي. هذا كيبان بحال شي ملجأ البوليس مدوريناه. من بعد غادي نعاود لكم التفاصيل الفيديو اللي جاي ان شاء الله، غادي نعاود لكم التفاصيل اللي عشناها هنايا والمشاكل اللي عشناها هنايا. اللي عنده شي سؤال وبغى يطرحه باش نوضحوا الامر اكثر، فمرحبا به، خلي لنا السؤال ديالو. ها هو